لازم يشوفوا الحكيم ابو جميل، قال مشان اذا صار وقت فك الاجباري في كله اياها، هيك قال المعلم ابو عامر معلمتي. يلا لكان تكه واحده، رح البس عامر وخليه يجي يروح معك. فوزيه شو بدي لك؟ شو كداس قول؟ انا واقع بورطه كبيره ولازمني مصاري. يو انكسر لك يومين اخذ مني ذهبيتين، لولا ستر الله كنت انكشفت وتبهدلت. فوزيه عم لك واقع بورطة كبيرة وماري غيرك، فهمتي؟ اي والله ما حدا ضربك على ايدك وقال لك روح العب قمار وروح مصاريك، شو انا فاتحت لك سبيل؟ هلا ما بدك تحكي، انا راهن البيت وبدي فك رهنهم. قلتي ايه وقلتي لا؟ الله لا يوفقك. راهن البيت؟ على قديش راهنه بالله؟ على 10 ذهبات. 10 ذهبات؟ وانا منين بدي اجيب لك اياهم؟ اي انا 10 مجيديات ما معي. هلا صار ما معك الفوزية؟ كل هالغلايل تبع البواكية والمالكانات والذي منه ما معي؟ صدقني يا كداس، صدقني صدقني ما معي. ما بصدقك، بدي إلك كلمتين فهميهم منيح. تفضل قول. البيت بدي فكره عنه، يعني بدي فكره عنه. بدك تدبري المصاري، هي مو شرطي، بدك تدبريهم غصب عنك، بدك تدبريهم. كداس صدقني عم قلك ما معي ما معي، ليش انت خليت معي شيء؟ فوزية حقلك كلمتين وحطيهم حلقة بدنك. انا لساني كابس على الجرح ملح، طابب لساني بتمي وساكت، بكره بيفلت لساني هيك او هيك، وقت علي وعلى اعدائي وبالشكل الزل والفقر يلي كنتي عايشه فيه عند عمتك. رح اجيب لك عامر. شهيرة خانم؟ انت هو؟ مع مين عم تحكي كنتي فوزية؟ هذا كداس. وشو بده كداس؟ ولا شيء، بس عم بيقول لي انه جهز عامر مشان ياخذه لعند الحكيم يفك له جبار ايده. شو كمان؟ بس شهيره خانو. طيب خدي له عامر بسرعه. حاضر شهيره خانو، حاضر. عامر عامر. نعم يا منام. شو علي هون يا ابو؟ شوي شوي على الدرج تقبرني. تعال. شو في بين كداس وفوزية لحتى عم يهددها انه اذا فلت لسانه فوزية بترجع لعند اهلها؟ يا ترى شو ماسك كداس على فوزية؟ وليش لحتى تعطيه فوزية مصاري؟ انا لازم اعرف شو في بيناتهم. لازم. شو هالحكي؟ يعني شوف حالك شو بتقدر تساعده لحتى تستر على المخلوقة. إنه أم سعيد خايفة تكون البنت حبلة وساعتها أبصر شو رح يصير. يا لطيف يا ربي دخيلك. وين قايم؟ لازم شوفه أبو سعيد هلا. إيه خليها لبكرة. بتشوفه على ضوء؟ لا لا أختي، أبو سعيد بتأخر بالنومة، لا رح يفهم علي ولا أفهم عليه. هلا بدرو اسألوا كم سؤال وبدي جواب عليهم. مشي. يلا روح الله معك. شهيرة خانم، وين راح ابن عمي؟ مو شغلك فوزية. بلا شغلي، وأنا بدي أعرف عن شو كنتوا عم تحكوا. ما كنا عم نحكي عليكي. مو علي؟ لا مو عليكي. بعدين لا بتسأليني ولا سؤال لأني ما راح جاوبك، فهمتي؟ حاضر مثل ما بدك. عن إذنك. عم بشكوا فيني يا كداس لما أفتح لك الباب. أنا خايفة إنه تنكشف عملتنا ونروح فيها. إذا بدك تضلي على هاي الحالة رح ننكشف ونروح بين الرجلين وما حدا رح يسمي علينا. طيب شو بقدر أعمل؟ تقدري تعملي كتير، زيحيهم من طريقك. وكيف بدي بعده؟ خليهم يلتهوا بمرضه. يو وأنا كيف بدي خليهم يمرضوا؟ أنا رح أجيب لك شي خليهم يمرضوا. وشو هو هالشي؟ ما بعرف، بس رح أروح لعند عطار صاحبي يعطيني شي بيخلي الواحد يمرض وما يموت. انتي بتحطي منه بالطبخة وهني حاطينه على النار قبل ما تستوي، ما بتخلي حدا يشوف هيك. بياكلوا منها بيمرضوا وبيلتهوا عن هيك. ايوه وهيك بصير يعني بيمرضوا؟ معلوم، بس اوعك عامر يدوق منها، ترى عيونك ببلبصه. اعوذ بالله، شو ياكل منها عامر؟ لا تخاف علي، انا بعرف كيف ما خلي ياكل منها. هي عم فهمك؟ ها خلاص ما في داعي تفهمني، انا بظبط الامور. ماشي
انا بكره الظهريات بيجي لعندك وبعطيك هذا الشيء اللي حكيت لك عنه. خلص معك روح هلا روح. فوزيه دبري لي قرشي. خلص بقى روح هلا لحتى اشوف بكره شو رح يصير معي. روح خلصتي ميسره يا حلوه سعدي هالمساء. يا لك يا ابو عامر. هذا ابن عمي بعث لنا شويه قطايف وشويه قشطه مشان نعملهم قبل ما يرجع. يسلم ايديه. وما قال لك وين هو؟ بلا قال هو بديوان المختار. خير ان شاء الله. مطيعه امي مع سعديه بتجهيز القطايف. على عيني وراسي. ان شاء الله يكون عم يلاقي حل لمشكله كامله. بركدا بترجع على البيت. ان شاء الله رح ترجع. رح ترجع يا مطيعه. ايه ان شاء الله. بس لازم ابوها يحط عقله براسه. لانه اذا ضلوا هيك ابن عمي ناوي يطلق له بنته. هو قال لك هيك؟ هلا هو ما قال لي، بس انا حسيت انه مو ناوي يرجع، لانه مزعوج كثير من امه وابوها، لانه اخذوها بدون ما يعرف. اي روحي روحي من هون روحي. شرفي ست مطيعه. حاضر. خذي اعملي لك شي شغله. شو بدي ناولك؟ بدي مصاري. لسه ما تأمن معي شيء. لك يخرب بيتك. خلص كداس شو صار لك؟ بكره بأمن لك مصاري. روح هلا روح. بكره بدي اياه هنا، بكره من كل بنت ولا بطالع جناني عليك. خلص بقى فهمت العمى؟ روح. روح خلصني. يلي غدا تحبا هاي سكبة زبدية خديها على الطاولة. ايه بسرعة سكبي التاني لأنه برد الرز ونحن عم نستناكي. شبك انتي أنا عم بتمهل قصداً بلكي بيوصل ابن عمي. ابن عمك مانو جاي لأنه مشغول. يلا ولي على قلبي عليه ولي على قلبي عليه. الله يسوقك يا ابن عمي وتجي بتاكل معنا. ايه ما صار شي عبي له بالصفرطاس وبعتي له اياه. مع مين يا شهيرة خانو؟ مع كداس. ايه والله الله يسوقك يا كداس. ايه والله الله يسوقه. يلا يلا عدي يلا قولوا بسم الله. يلا يلا شهيرة خانو. اخ يا ربي دخيلك. شبكي مطيعة شبكي؟ اخ بطني عم يجعني كتير يا كاملة. كتير كتير عم يجعي؟ لك مو كتير بس حاسة بلعي وحاسة حالي بدي طلع كل شي ببطني. ايه خلاص مبروك مطيعة. لك مبروك على شو يا كاملة؟ انتي حبلي. لك شلون عرفتي يعني اني حبلة؟ مثل ما عم قلك انت حبلة. يوه ليش هيك بيصير معها الحبلة يعني؟ ايه حبيبتي هيك بيصير معها الحبلة. شو نسياني انه انا حبلت وجبت ولد وما؟ لا توبريني ما نسيت بس يعني يلي بتكون حبلة هيك بيصير فيها؟ ايه هيك بتكون مثل ما عم قلك. يعني هلا الوحدة بس تحبل بتلعي نفسها وبتنمغص بتحس حتطلع كل شي بمصارينا؟ ايه ما شهيرة خانم صاير معها نفس مني يعني معقولة تكون حبلة؟ لا ايو شلون بدها تكون حبلة؟ ايش اذا صار له ميت اكثر من 10 سنين وعظامه صارت مكاحل وما تجوزت من بعده؟ بعت لك حم على الحكي لك مطيعة؟ قولي لحالك هالحكي لك كاملة. شو قصدك يعني؟ قصدي اني مالي حبلة. لك عم شو عم يجعك بطنك؟ اوه لك ما بعرف لك كاملة ما بعرف. اوه خلاص مثل ما عم قلك انتي حبلة. يا ربي رخيلك إلهي اسمع منك يا كاملة واطلع حبلة لأعطيك البشارة. شفتي إنك حبلة؟ آه يا مصاريني يا ربي دخيلك مصاريني عم تطقطق. سلامة قلبك سلامة قلبك شهيرة خانو. سلامة قولي لي أمريني عملي لي كاسة نعناع. إيه تقبريني يلا تكي وحدة وبكون عندك. يا ربي شو صار لي؟ وينكن يا حريم؟ فوزية لكني هون ابن عمي. وين ضريرة؟ يبعت لي حمى. خير شو في؟ الست شهيرة تعبانة تعبانة كتير. شو هالحكي؟
ايه والله وبطنها عم يجعها وما عم تقدر تقوم من الفرشة. وينها وينها؟ ليك ابو اوضتها رح جيب لك كاسة النعناع. خير اختي؟ اه يا بطني. سلامتك يا رب. شو عم يجعني؟ ما في شيء، شوية وجع بطن. هلا بشرب نعناع وبحسن. تفضلي تقبليني هي النعناع. ان شاء الله بالشفاء العاجل يا حق. اختي اجيب لك حكيم؟ لا اخي، صدقني شغلتي ما بدها لا حكيم ولا دواء. الله يخليك يا شهيرة، بجيب لك الحكيم على قلبي شوفك. قلت لك خلص ما بدي حكيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. فوزية ضريري كوين. ولي على قلبي عليها لمطيعة يا ابن عمي. خير شو بها؟ صعبة مثل شهيرة خانم، مصارينا عم تتقطع وطلعت كل شي ببطنها. الله أكبر. ايه ابن عمي وكاملة عم تخدمها. شهيرة أنا رايح وراجع. وين رايح؟ بدي جيب الحكيم بيشوفك وبشوف مطيعة. قلت لك لا تروح ولا تعذب حالك. أنا بعرف ليش بطني عم يجعني. هلا بشرب نعناع وطيب خلاص. متأكدة لك أختي؟ ايه متأكدة. خير خير خير. يلا 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 قولي. سلامة قلبك شهيرة خانم، ما على قلبك شر. عطرك يا شهيرة.